السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش المباركة في سلسلة أطباق عيد الأضحى. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة عمل المروزية. طريقة المروزية هذه كتجي زوينة بزاف ويمكن لها تخزن لمدة أطول حيت ما فيها لا بصلة لا ثومة. كانوا ناس ديال زمان ما عندهمش ثلاجة كيديروا هذه الطريقة باش كيطيبوها ويخليوها وكيبقاو كل خطره كيسخنوا منها شويه وياكلوا. غندوز لكم المقادير. عندي طريفه اللحم هادو الملوجه من جهه الجيكو ومن جهه الكتف كنختارهم حيت اللحم قصير وكيجي زوين ومعسل في المروزيه. عندي في التوابل الملحه على حسب الذوق. عندي راس الحانوت اللي فيها كنقادهم بيدي انا تنصيبهم بيدي وتنطحنهم. فيها سكينجبير القرفه قعقله بسيبيسه نويويره شي شويه البزار الكركم او عرق الخرقوم القرنفل والجوزه الصحراويه وكنطحن شويه القرنفل قلتها وكنطحن كل شيء وتنخلطهم كيصبحوا على هذا الشكل هذا. وعندي الزعفران الحر وعندي السمن الحار وعندي زليفه ديال الزبيب الاحمر بطبيعه الحال كتغسليه وترقديه في الماء باش كيتنفخ شويه. وعندي الزيت البلديه. غادي ندوز دابا للطريقه ديال كيفاش نقاد هذا الشيء. الطريقه كنشد شي باسين هكا ولا سوبيره ولا شي حاجه كندير فيها كاس د الماء وكندير السمن الملحه على حسب الذوق. كندير هاد راس الحانوت جوج معالق كبار وكندير الزعفران شعره. كنخلطهم مزيان كندير شويه الزيت غير شويه ماشي الزيت اللي غنطيبو فيه مازال صافي. دابا غادي ندوزو فيها طريفه ديال اللحم كنبقى هكا حتى كنكمل الطروفه كاملين اللي عندي نرقدهم ونخليهم يباتوا ليله كامله الثلاجه بطبيعه الحال نغطيهم بالسلوفان نخليهم يباتوا ليله كامله. من بعد غندوزو باش ملي يباتوا عاد نكمل معكم. اما دابا الحماس بعد ما رقدناهم ليله كامله دابا هي الطنجره فاش غنطيب. ندير فيها الزيت هي كتبغي الزيت ماشي حيت غطيت اكثر حيت ملي كطيب كتبقى غادي كدمي عاديه الزيت ما كديرش الماء. وغادي نديرو فوق المجمر حتى يسخن شويه عاد ندير فيه الحماس ونخليهم يتقلاو مزيان يتقلاو يتقلاو حتى هاد العظيمات يوليو حمرين يبانولك تحمروا هاد العظيمات عاد نمرقو ونخليه يطيب على خاطره. دابا بعد ما سخنت لينا الزيت غادي نحط الطريفات اللحم صافي ونخليو حتى يتحمر ونقليو ونقليو حتى كيطيب. ها هي دابا المروزيه تقلات مزيان ومازال غادي نزيدها شويه حتى تجمر بحال هكذا ونمرقها
وندير عليها الزيت ونخليها طيب وعادي نوريها لكم مازال. شباب واش وصلت المروزيه لهاد المرحله؟ غادي نمرق عليها ونغطي ونخليها طيب. دابا انا مرقتها غادي نخلي اللحم حتى يطيب نص طيبه ونرمي الزبيب ونخليه عاود يطيب حتى تقلى وتولي غير الدميعه غير الزويته مدمعه صافي. وهذيك الساعه نقدمها باللوز مقلي وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا. دابا في هذه المرحله غادي ندير الزبيب صافي ونخليه حتى يطيب كامل كلشي ويتعسل عاد نقدمه. هيا دابا المروزيه وجدات، درتها في الطاجين، قدمتها في الطاجين، راه كتجي زوينه بزاف، جربوها وراه غادي تعجبكم.